السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جبت لكم واحد الموضوع جديد بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من الشعر الجاف بزاف بزاف بزاف، وجربتو كاع بزاف ديال الحاجات وما صدقوش لكم ولا ما عجبكمش. انا تلقيت لكم الحل بواحد السيروم اللي زوين بزاف ومجرب بالنسبه للناس اللي عندهم الشعر ديالهم جاف ومتقصر وعندهم الاطراف مفتوحين، ولا درتو شي صباغه ولا ليميش ومن بعد خسر لكم الشعر ديالكم بحال ما طرا لي انا. فاش درت اخر مره واحد صباغه خسرت لي شعري. المهم انا لقيت لكم الحل، هو واحد السيروم اللي زوين بزاف، هو هذا اللي كيتباع في افون. هاد السيروم هذا راه الثمن ديالها شي شويه، انا قلت بحال كيدير بديك 7 اورو، مبقيتش عاقله كل مره والثمن شنو كيديروا لي. كاين بعض المرات كيديروا، واحد المره داروا اوفرتا ثلاثه ديال 4 ديال السيرومات ب 10 اورو. كاين شي بعض المرات كيطلعوا لي الثمن كيديروا لي واحد ب 7 اورو. المهم يعني على حسب الكتالوج. هاد السيروم هذا صراحه زوين 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 بزاف ومجرب. غادي نوري لكم دابا القرعه بحال هكا دايره من الداخل. السيروم كيجي داير بحال هكا، قرعة ديال الدجاج وصغير، ولكن واخا صغير خاطر بزاف وكينفع وزوين بزاف. هاد السيروم هذا راه يعني غادي يحيد لكم كاع هادوك غيجمع لكم كاع هادوك اللي عندها شعرها اطراف مفتوحين واللي محروق واللي يعني مجعد. لقيت لكم الحل، هو هاد السيروم هذا اللي خديت انايا وعجبني بزاف. المهم هاد السيروم هذا طريقه الاستعمال ديالو هو فاش كتدوشي وكتنشفي شعرك، ماشي كتنشفيه بشي جوار، كتنشفيه بالفوطه شي شويه، غير تنشفيه بالفوطه ما تفركيش شعرك، حيت الا فركتي شعرك هكاك باش كيخياب شعرنا. من بعد ما تنشفيه بالفوطه كديري شي شويه على يديك، كتحكي بهذه الطريقه هذه وكدوزي كامل على الاطراف وكامل على شعرك مزيان مزيان مزيان. عاد باش من بعد كتقدري ديري البلانشا وشي شوار لشعرك. ولا الطريقه الثانيه هو فاش كديري شي شوار والبلانشا تقدري ديري شي شويه في التحت في الاطراف ديال شعرك باش يجمع لك هذوك يعني الاطراف المفتوحين. والمهم بالنسبه للبنات اللي ما كيبغيوش يديروا البلاتشا شعرهم، راه حتى تقدري ديري كم شعرك وديري الباتشا، يعني باتشا ما عرفتش غادي تفهموني، باتشا هذيك اللي كنديروه حنا في شعرنا كامل وتدلويه على راسك وديري الفيليلات وتنعسي. من بعد راه غيولي لك شعرك رطب بزاف، هادشي الا ما بغيتيش ديري البلاتشا. وانا الطريقه اللي كنديروا لكاع كاين شي بنات ما كيبغيش يدير البلاتشا شعري، كنديروه في البونداس لتحت وكنكريبي شعري. ولا كنجمعو عادي، كندير لي بحال هذيك الشفنجه ولا كندير شي طفيله ولا شي حاجه كيجيني رطب ومجموع زوين. المهم البنات هذا هو السيروم اللي زوين، نتمنى يعجبكم الفيديو، ولا عجبكم ديروا لي بزاف ديال لي لايك باش نبقى دائما نحط لكم هذا النوع ديال الفيديوهات. وشكرا بزاف، حتى المره اخرى ان شاء الله. بسلامه.